عائلة تطوف بنا نحللها بلا جدوى وتبقى دون أجوبة وتكثر بعدها الشكوى لأهل الذكر نرفعها لأهل العلم والتقوى لأهل الرتبة الأسمى وأهل الرأي في الدعوة نحييهم ونسألهم ونأخذ منهم الفتوى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في شهر المولد نقول مرة ثانية كل عام وأنتم بخير. هذا الشهر يحسن فيه ويستحب فيه كثرة الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك أطلقنا المليارية 11، وهي مليارية الصلاة على النبي، يعني كل واحد يصلي على النبي يفعل إحصائية لهذه الصلوات خلال شهر ربيع أول، شهر ربيع ثاني، ثم نجمع هذه الصلوات ثم نهديها لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فلنكثر من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله في شهر ربيع الأنور، شهر المحبة، شهر السلام، شهر الود والوئام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ذلك. أيها السادة المشاهدون المشاهدات، نذهب إلى فاصل ثم نعود إليكم، فابقوا معنا. شاهدات، عدنا لاتصالاتكم، وقبل الاتصال نجيب على بعض الأسئلة التي ترد من الفيسبوك. سؤال يقول: شعر البنت التي تقصه شو لازم تعمل فيه؟ هل تكبه بالقمامة ولا حرام؟ والأصل أنه دفن الشعر هيك السنة عن النبي بشكل عام للرجل والمرأة، ما تيسر ذلك يحفظ في أكياس القمامة. أنا توفى زوجي عمري 25 سنة، العدة لازم ما أطلع من البيت أبدا، وعلى العلم عندي بنات بالمدارس وهذه أول وحدة، تاني شو العمل؟ يعني هلأ هو لازم نلتزم بأحكام العدة. الطلعة بتصير للضرورة، عندك بنت بالمدرسة صغيرة بده مين طلعها ويجيبها، هي ضرورة، فبتطلعي بتطلعيها وبترجعي، هي الضرورات تبيح المحذورات، طبيب، امتحان، أوراق رسمية، كل هذا ضمن الضرورات، فيباح الخروج. باخذ اتصال. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله كل عام انتم بألف ألف خير، الأمة الإسلامية كلها وسوريا كلها، والله يفرج عن هالبلاد والعباد. آمين آمين. أهلا والله يزيل، الله يزيل الخير اللي ردت عليه المخرجة على راسي. تفضل. الله يبارك فيك انت وإذاعة السما، عم تفيدوا البلاد والعباد والله. آمين، شكرا. عندي سؤالين عن بعد إذنك سيدي الشيخ، إن شاء الله جمعة مباركة عليكم. الله يبارك فيك، تفضل يا حبيبي. أول سؤال، في عندي رفيق أنا أبوه توفى وأخواته عم يجبروه إنه يساووا أول خميسة، أول أول خميسة ومدني هلا وسنويته وأربعينه، بجوز الحكي هذا ما مصاري هو يساوي شيء. هلا أخواته شو عم يلزموه يعمل؟ إيه عم يلزموه إنه يساوي بده يساوي أبوه الأربعين، أربعين والثانوية يجهزوا له. تمام. وعم يلزموه بمصاري بس ما معه مصاري هو. طيب السؤال الثاني. اللهم صل. السؤال الثاني هلا احنا ان شاء الله كنا عم انتم بخير، مو لسيدنا النبي، يعني في ناس هلا ما معه مصاري مثلا تحتفل تساوي كذا، شو بالنسبه للشهر هذا كله مو لسيدنا النبي، بس شو احب الاعمال اللي يعني الواحد يساويها، عرفت هيك ذكر كذا، شو يساوي هيك تفيدنا؟ تمام، شكرا لك، وصلت الاسئله. تحت على التلفزيون. السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا السؤال الاول، انه واحد توفى اخوته يعني اولاده عم يلزموا اخ من اخواتهم انه بدك تدفع معنا مصاري، بدنا نعمل 40، بال40 بيعملوا اكل وختم وبوزعوا وبيعملوا له سنوية. هي كلها ما واردة عن سيدنا النبي، ما فيها لا احاديث ولا فيها شيء. اذا فعلها الواحد يعني فيها اجر وثواب، شو هن قاعدين عم يقرأوا
وعما يعملوا طعام عن روحهم يعني يؤجر عليها، لكن لا ليست مسنونة. يعني إذا بدنا نحدد إنه يوم الأربعين لازم نعمل هيك، يوم على السنة لازم نعمل هيك، هي بتصير بدعة، يعني ما أنزل الله بها من سلطان. أما إن فعلت يعني إحنا كل سنة بدنا نعمل عن روح أبي طعام هيك، إيه منيحة، فيها أجر فيها ثواب، خصوصا في هذه الأوقات الصعبة. بالنسبة لميلاد الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم، إنه اللي ما معه مثلا يطعم الطعام، ما معه يعمل مولد ويجيب ملبس، هذا كله يعني تعبير عن الفرح، لكن التعبير الحقيقي هو أن تكثر من الصلاة عليه. نحن أطلقنا مبادرة في وزارة الأوقاف وهي ملياريه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بدنا نهدي سيدنا النبي مليارات الصلاة على النبي. صلاة على النبي تفرج الكروبات، صلاة على النبي يتنزل بها الرحمات، نستمطر الرحمات بالصلاة على رسول الله. لذلك هلأ نمسك السبحة ونكثر من الصلاة على رسول الله. والصلاة على رسول الله فيها سر عجيب لا يعرفه إلا من داوم عليه. ناخذ اتصال. ألو. ألو. ألو، أهلا وسهلا. يعطيك العافية شيخ. الله يعافيك يا هلا. الله يخليك يا رب. بدي أسألك سؤالين إذا بتريد، ما جاوبنا عليهم بس نسكر. إيه على رأسك. الله يخليك يا رب. إيه أول سؤال، لا إطعام 10 مساكين بالنسبة للندر، إطعام 10 مساكين، أنا فيني أشتري 10 ربطات خبز ووزعهم؟ هلا ممكن. ما نجي تجاوبنا بس نسكر إذا بتريد. والسؤال الثاني، إنه ندر صيام 2 وخميس وما قدرنا نصوم كمان، شو كفارتها إنه ما عم نقدر نصوم 2 وخميس متواصلين؟ طيب الله يعطيك العافية يا رب. شكرا. هلا نحن بالنسبة لنا طعام 10 مساكين بده يكون أكلتين مشبعات. يعني هلا الخبز هو طعام فممكن يعني، لكن بالحد الأدنى اليوم يعني 15,000 للشخص الواحد هي المقبولة. يعني بدنا نقول 10 أشخاص بحدود 150,000 ليرة سورية. بالنسبة للنذر 2 وخميس ألزمت نفسك شيئا لم يلزمك الله به، بدك تلتزمي. إذا خرقت يعني خرق هذا الالتزام، عند السادة الشافعية يعني النذر يمين، إذا عجز عن أدائه بيتحول ليمين، واليمين هو إطعام 10 مساكين أيضا. بناخذ اتصال. ألو. ألو. ألو، أهلا وسهلا. يسعد صباحك شيخ. صباحكم مبارك يا هلا. بدي أسألك سؤال إذا سمحت. ايه تفضلي، بس ارفعي صوتك شوي. هلا أنا ندرت ندر، مو عقيقة، ندرت ندر إنه حامل ومعي صبي، إذا كان معي صبي أذبح خروفين، وأنا اشتريت هدول الخروفين وعم ربيهم، فمات واحد من الخواريف، بدي أرجع أشتري واحد جديد ولا خلاص؟ لا بدك تشتري واحد جديد لأنه أنت ندرتي خروفين. أيوة تمام. مو هلأ والندر أنا ما بيصير أكل منه أنا وعيلتي؟ لا، أصولك وفروعك ما بيأكلوا من الندر، هذا للفقراء. على عيلتك أخواتك كذا، إذا فقراء بيأكلوا، إذا أغنياء لا، لأنه نذر والنذر هو للفقير. تماما. أنا وقت ندرت شيخ قلت إنه واحد بدي وزعه للفقراء، واحد بدي أعمل مولد للنبي، وإنه أعمل غدا يعني لعيلتي وقرايبيني. هلا إذا النذر هيك في نص على الخروف إنه بدي أعمله لعيلتي وكذا بتاكلي منه. تمام. أما إذا لا نذر مطلق هذا للفقراء ما بتاكلي منه. لا مثل ما حكيت لك بالتفصيل. تمام خلاص، بتنفذي اللي قلتي. تمام، بدي اشتري واحد جديد. تمام، شكرا كثير. اهلا وسهلا ومرحبا. يا اهلا وسهلا. ناخذ اتصال. الو. 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 الو، اهلا وسهلا شيخي. تفضل. عندي ابن بنتي فطر نهار رمضان. طيب عم اسمع، تفضل. بس فطر نهار رمضان شو فايدته؟ هو الافطار بسبب العجز عن الصيام ولا هو عمره تبع شيء 15-16 سنة؟ هلا بيقضي بيصوم يوم محله، بس بيقضي بيصوم يوم محله. عرفت شيخ، يسلم. اهلا وسهلا ومرحبا.
باخذ اتصال. الو الو، الله يصبحك بانوار الانبياء جميعا. اهلا وسهلا ومرحبا، يا هلا. الله يسلمك سيدي، سؤال واحد عندي الله يخليك. تفضل. الله يزيد فضلك، يطولنا عمرك يا رب. سيدي الكريم، في من مدة استشهد احد ابناء السيدات، احد ابناء استشهد، بقال في الجيران والاقارب والى اخره، هي بقال ما بتحط على، يعني ما بتغطي شعرها. شو قالوا؟ يعني عادات وتقاليد ما انزل الله بها من سلطان. سيدي، عادات وتقاليد ما انزل الله بها من سلطان. شو بيقولوا لابنك؟ هلا بيكون عم بيتعذب طالما مبين شعري. ابنك بيكون، وزوجك بيكون عم بيتعذب طالما مبين شعرك، الى اخره. عادات وتقاليد، بدنا هيك شيء، كلمه عامه الله يخلينا اياك، تتسلط الاضواء عليها. للاسف الشديد معظم الناس بيفكروا انه هي، يعني بيفكروا انه هي كلام منزل من عند رب العالمين. للاسف الشديد سيدي، عادات وتقاليد بعيده مرتين وثلاثه ما انزل الله بها من سلطان. يعني هالشغلات هي كترانة سيدي، كترانة كتير. عادات وتقاليد بينسبوها للدين، هي ما لأساس من الصحة سيدي، ما لأساس من الصحة. بس عطونا دليل وبرهان. قلت له والله هيك سيدي، قلت له طيب في دليل وبرهان؟ الليلون في دليل وبرهان؟ قال أنا ما بعرف. قلت له وقت بيقولوا لك الليلون بدي دليل وبرهان، بدي دليل وبرهان، ومن القرآن كمان. لا بالقرآن ولا بسنة نبوية واردة ولا ما بعرف. هالشغلات هي للأسف الشديد كثيرة، كترانة هالشغلات هي سيدي. طيب يعطيك العافية. على رأسي، أهلا وسهلا. هلأ ربنا سبحانه وتعالى بيقول بالقرآن الكريم: ولا تزر وازرة وزر أخرى. يعني كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هذه الآيات تقول أنه كل إنسان يحاسب عن نفسه. هلأ ميت مات، أمه أخطأت، لا يحاسب بخطأ أمه، حتى بأنه إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. هذا حديث عن رسول الله. بحثوا المسألة، شو علاقة الميت إذا أهله بكوا عليه؟ قال إذا أوصى أن يبكى عليه، يعني إذا كتب بوصيته أنه أبكوا علي وكذا، فقال يعذب. ليش؟ لأنه أوصى بشيء خطأ، لكن هو ما أوصى بشيء، هو أمرهم بتقوى الله وإلى آخره، وتوفى وقاموا بكوا وناحوا وعملوا. هلأ البكاء العادي ما في شيء، لما بيحكوا البكاء يعني النوح وكذا. هلأ إثم على نفسنا، الميت ما له علاقة، لأنه لا تزر وازرة وزر أخرى. كل واحد الله بيحاسبه على عمله، ما بيتعدى الحساب إلى الآخر إلا إذا أمره الآخر بهذا الشيء. إذا متت بتعملوا هيك وبتعملوا هيك، وما بسامحكن إذا ما حكيت، ما بسامحكن إذا حكيتوا مع عمكن، يعني حاربوا عمكن إذا حكيتوا ما بسامحكن. هي هذا أمر بمعصية لا ينفذ، لو نفذوا كمان بيلحقوا إثم لأنه أمر به. أما لا، هو أمرهم بتقوى الله، هن يعملوا أخطاء، الخطأ يحاسب صاحبه ولا يحاسب الميت إلا إذا أمر بشيء يغضب الله سبحانه وتعالى. ناخذ اتصال. ألو ألو ألو، أهلا وسهلا. ألو، السلام عليكم أستاذ الكريم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله كل عام أنتم بخير يا رب. وأنتم بخير يا أهلا وسهلا. أستاذ الكريم، كنت عايزة أسألك بعد إذنك على حكم الفدو، نفس حكم النذر. كنت عايزة، أنا نذرت أنا من 15 سنة ذبح خروف فدو عن ابني. تمام. تيسير الأمور، وما قدرت أوفي، ايه حكمه بالضبط لو سمحت لي؟ يعني انت نذرتي انه تذبحي خروف وعجزتي عن ذبح هذا الخروف. ما نذرت استاذي، فدو هو شيء اسمه فدو كده. عم تقولي لي نذرت اذبح، بدك تحددي اللفظ. لا 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 حضرتك، انا قلت اذبح فدو عن ابني تيسير امور، مش نذر. اذا لا يجب عليك شيء، واذا تيسر معك تذبحي، ما تيسر
لا تفعلين شيئا لأنه أنت ما ألزمتي نفسك بشيء ولم تنذري. إذا تيسر أستاذي الكريم أكل منه أنا وأهلي. بتاكلي الفدو بتاكلي منه لأنه هذا مو ندر. بتاكلي أنت وعيلتك وأولادك وكلكم صحيح. عادي ووزع ممكن كمان يعني. تمام. ألف ألف شكر لحضرتك. على رأسي. أهلا وسهلا ومرحبا. ناخذ اتصال. ألو. ألو. ألو أهلا وسهلا. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا تقول إنه مشان الندر إنه تقدر تطعمي 10 مساكين. إيه إذا عجز عن الوفاء هذا عند الشافعي. عجز عن الوفاء عن الندر. طيب هلا العشر مساكين إنه من نطعمي نحن حسنا 10 ولا بنقدر نعطي 10 لشخص واحد لأنه 15,000 هلا ما تعمل شيء مع. شخص واحد على 10 أيام بيمشي الحال، أما دفعة واحدة لشخص ما بيمشي الحال، أما إذا كل شفته كل يوم بعطيه 15,000 بيمشي. هو شخص واحد كل يوم أعطيه 15,000. إيه على 10 أيام أو 10 أشخاص. شكرا كثير شيخ. بس لأنه 15,000 ما عاد عملت شيء هلا يعني 150,000 تعمل يعني شيء. بس 10-15 ما بتعمل شيء يعني. الله يفرج الله يفرج أحسن يا أهلا وسهلا. ناخذ اتصال. ألو. 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 أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسألك شغلة شيخي. ايه تفضلي. عندي وحدة يعني بعرفها أنا قرايبتنا، ابن مطلقة، ابني مطلقة منه يعني ما بتحل له. طيب. الله يهديهم، ردوا رجعوا مع بعض يعني رجعوا حرام يعني رجعوا رجعوا بعضهم، كتبوا كتاب بالمحكمة بجوز من الله وحامل هي. هلا إذا رجعوا كتبوا كتاب وكان مو مطلقين 3 طلقات متفرقات إيه بصح يرجعوا. طيب إذا كانت حامل قبل ما يكتبوا الكتاب. يعني حامل منه. حامل شهر قبل ما يكتبوا كتابه. انتبهي علي، حامل منه ولا من غيره؟ لا منه. منه وبترجع له مثلا هو مطلقها طلقة، افرضي مطلقها هو مطلقها يعني ما عاد تحل له ابدا 3 مرات مطلقها ما عاد تحل له يعني ابدا ابدا. اسمعي اختي مني، مطلقها 3 مرات ولا مرة او مرتين؟ مطلقها شي 3-4 مرات مو 3. ومجالس متعددة ولا بجلسة واحدة؟ هي متجوزة ولا ولدين 3. والله معك اختي، هي قصة الطلاق بدها سماع من الطرفين، بدنا نشوف اللفظ اللي قاله، بدنا نشوف بمجلس واحد ولا بعدة مجلس، يعني في لها احيانا على اقوال ضعيفه بتتخرج، فاذا كان في تخريج على قول ضعيف ورجعوا لبعضهم بالمحكمه فهذا جائز والحمل منه ما في اي اشكال. والله اعلم. طيب شكرا كثير. في سؤال ثاني؟ لا يسلموا الايدين. شكرا. على راسي. اهلا وسهلا. ناخذ اتصال. الو. 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 اهلا وسهلا. يعطيك العافيه. الله يعافيكي. زكاتك بدي اسالك سؤال. ايه تفضلي. انا ماما ندرت ندر انه تعمل لي مولد اذا نجحت بالتاسع. طيب. ونجحت، هي قالت انه ندر علي بدي اعمل لك مولد ووزع محلايا كمان. حلو. ايه وهلا الاحوال الماديه تغيرت، شو الحكمه؟ هلا المحلايا والمولد فيه تجمع الاسره بس تبعكم. تمام. وفي كتب اسمه كتاب المولد مثلا. تمام. للبرزنجي كتاب المولد للشيخ يوسف النبهاني. بتقعدوا بتقرأوا بتاكلوا محلاي انتوا 4-5 خلاص بتحقق الندر. ماشي. وان شاء الله مبارك النجاح. الله يبارك فيك. اهلا وسهلا. باخذ اتصال. الو. ايها السادة المشاهدون والمشاهدات نذهب الى فاصل. الو. الو. الو اهلا وسهلا. مرحبا شيخنا. يا ميت هلا. بدي أسألك سؤال. أنا باخذ راتب أبي التأمينات. طيب. إيه بقى أنا الحمد لله يعني ماني بحاجة إله يعني شو اسمه، أنا الراتب عماني أوزعه، عرفت كيف يعني، حاطة البطاقة، عملت بطاقة صراف حاططها مع جماعة. ليش هو الوالد إله. متوفي؟ الوالد متوفي. الوالد متوفي. هلا راتبه من التأمينات هو بالقانون اني اخذ راتبه، بس انا الحمد لله وضعي يعني ما بحاجه لإله الراتب. هو السؤال بس يتوفى الانسان وله تأمينات، مين اللي ما بيوقف التأمينات ولا بيبقوا بياخذون؟ اللي بحق له ياخذه انه بتكون بنته مش متزوجه بالبيت. بتكون مالها متزوجه. ايه
بقى انا ما كنت متزوجة وشو اسمه واخذت الراتب، يعني طلعت الراتب، بس انا ماني بحاجة له. هلا هو صار لك بحق لك تتصرفي فيه طالما القانون سمح فيه، وانت ملكتي بعد ما تملكيه بتتصرفي فيه بتعطيه لاي انسان، هذا من حقك. ماشي يعني شكرا دكتور، بس يعني ما فيها حرام، يعني اني انا بشرط ما يكون في مخالفة للقوانين. الراتب بشرط ما يكون في مخالفة للقوانين. لا 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 ما في مخالفة ابدا. اي خلاص بجوز بجوز. عرفت كيف؟ ان شاء الله. ماشي شكرا. اهلا وسهلا ومرحبا. باخذ اتصال. الو 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 اهلا وسهلا. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك. ميت اهلا وسهلا شيخنا. زكاة عيونك. اتفضلي. في عندي اخي، انا مرت اخي بتحضر دروس بالجامع. طيب. ما بتقطع وقت صلاة. فاخي انا مرض شوي، تعب نتيجة ادوية كان تعطيهم بالغلط، هو صار عنده شوية ضغط وسكر، نتيجة ادوية تعطيهم بالغلط قام اجت لحشته، بعد ما اخذت كان وضعه المادي فوق الريح، شلحته ماله، دائما شلحه ماله تاخذ له ماله، بس يا ريت الجواب بعد ما سكر زكاته. هلا مين اللي اخذ مال مين؟ مرته زوجته اخذت له كل ماله، وبعدين فرضت علينا على اهله واخواته، بتعطوني مليون بالشهر بخلي اخوكم، ما بتعطوني مليون انا بقلع اخوكم، وفعلا قلعته وصارت تطلب الطلاق منه. يعني هي اخذت ماله بغير حق؟ هي اخذت ماله بغير قرشين، بترجع بتبعت اولاده بتاخذ المصاري ورحشته عند اهله. السؤال، هي اخذت ماله بغير حق يعني؟ نعم. هي اخذت المال بغير حق، كيف هو عم يعطيها المال؟ تاخذ ماله هيك باسلوبه، يعني بالهي تجي تقول له علي ديون علي كذا. فهمت يعني هو معه. السؤال، هي عم تطلب منه مال وهو عم يعطيها برضاه، هيك السؤال؟ وبعدين هي اخذت المال كله؟ اخذت المال ولحشته. تمام. هلا انت حسب سؤالك اللي طرحتيه انه هي زوجة وزوج، هالزوجة اخذت مال زوجة، اخذت مال اخي فهمت عليك، مرض شوي زدته فهمت عليك، وصارت تطلب الطلاق انه هو مرضان. فهمت عليك يا اختي، بس اسمعيني هلا، انه هي اخذت مال زوجة. هلا انا السؤال، ان اخذته برضا يعني هي سرقته سرقة ولا قالت له عطيني وعطاها؟ قالت له والله عندي دين، عندي حاجة، مضطرة، بدي اصرف، بدي اشتري اواعي، بدي اشتري ثياب، بدي، فهو عطاها. لا مو سرقة، مو سرقة. ايه فهمت عليك. اذا مو سرقة هي تقول له علي ديون، يعني باسلوب تقول له علي ديون وتاخذ المال وتخبيه وتعمل فيه عمليات تجميل له. تمام. يعني عملت تصغير معدة تعمل عمليات تجميل له. طيب هلا خلينا بالفكرة، طالما اخذت المال منه برضاه وهو يراها تأخذ المال وشايف شو عم تساوي وساكت، فهي لا تعتبر سارقة، لا تعتبر سارقة. طيب هي بعد ما أخذت المال فقر زوجها، ما عاد معه مصاري، طلقته، مدري إيش إلى هي اللي تأصل هي، يعني هذا دليل أنها ليست بامرأة أنها سارقة. بس أنا عم أقول بعد ما مرضت وأنه شافته أنه ضعيف أنه لحشته عند أهله. إيه أسمعت منك، أنا سمعت منك أختي، عم أقول اسمعي مني بقى، لا بقى تقاطعيني، بس اسمعي مني شو عم أقول، أنه الآن هي ما حكمها بعد ما مرض بدها تطلقه، اللي تأصل هي تبين أنها ليست بامرأة صالحة، هي امرأة لا يصلح أن تكون زوجة، الزوجة دائما بتكون على الحلوة والمرة، بتكون على الشدة والضعف، الزوج بيكون ما معه بتسانده زوجته، لما بصير معه بيصير هو بيسند زوجته، بصير زوجته المال ماله مالها، يعني لأنه هي وقفت معه. هلأ دائما بس يكون في تعاضد، يعني دائما الزوجات، ونحن بنشكر الزوجات الطيبات الصالحات بتلاقيهم واقفين مع أزواجهم بكل أحوالهم. هلأ الناس مو كلها صارت أغنياء بيوم وليلة، في ناس ما معها شي، كانت أحوال عادية والزوجة صبرت واشتغلت وتعبت، لما بصير الزوج غني بيحط الخزنة عند زوجته تأخذ ما تشاء، لأنه هي شريكة العمر، شريكة الحياة، فهي لها ما له وعليها ما علي. أما والله وقت هو غني لحنا معه، وقت هو فقير بنتركه، هاي لا تصلح أن تكون زوجة، والأيام القادمة عليها بتكون صعبة. يعني إذا طلبت الطلاق وعرف عنها قلة الأصل أو الطريقة اللي بتتعامل فيها،
أكيد لا بقى حدا يتزوجها ولا بقى حدا يحطها ببيت، لأنه الإنسان يعني بده شريك لحياته، ما بده هيك حدا مؤقت يقعد معه بس يكون معه بيقعد بس يفقر بيتركه. لا، هذه طريقة ليست طريقة الناس الأوفياء، هي طريقة الناس اللؤماء. ناخذ اتصال. ألو ألو ألو، أهلا وسهلا. الله يسلمك يا شيخ، كيف صحة؟ أهلا وسهلا. الله يخليك. شيخي أبي تركنا ورثة يعني مقبولة، اللهم صل على سيدنا محمد. نحن ثلاث بنات وشاب، بدي اشتري أنا بحصتي بالورثة بيت، بس ما بتكفي المصاري. فأنا عندي أختي مريضة، بس هي يعني عقليا ما فيها شيء أبدا، فهي قالت لي إنه أنا بترك بعطيكي حصتي وإنتي يعني بنجمع للحصتين مع بعض ونشتري بيت، بس أنا ما معي رجع لها بالأيام، فأنا بدي مثلا مشي لها مثل أجرة بعد ما أشتري البيت أنا بحصتها، بس أنا بعد عمر طويل إذا صلى شيء كيف بدي راضي إخواتي، ولا إذا هي سامحتني بكون علي في حرام أو لا؟ لا، أول شيء أنت حتاخدي حصة أختك المريضة وتضميها لحصتك تشتري بيت، صح؟ تمام. حصة أختك بدك تكتبيها باسم أختك مو باسمك. مو باسمي. هاي أول وحدة. تمام. هلأ طلبت منك إجرة أنه هي مريضة، بتعطيها إجرة شهرية عن نص عن حصتها. تمام. وهذا حقها مشان تأكل وتشرب وأنت تفعل. أنا ما بدي أكل أو ما بدي أقع بالحرام. حلو. تمام. بعد عمر طويل بجوز لحنا نموت قبلها. أكيد. يعني حي ما بينطر حي. صح. فهلأ لحنا عم نقول بعد عمر طويل توفيت. هون في تركة، مين بيرثها؟ زمالة متزوجة ما عندها أولاد. لا لا ما بيرثها أخوات أخوتها. أنت واحد من الورثة، بقية الورثة بترضيهم تشتري منهم أو بتبيعوا البيت كل واحد بقى. يعني هيك بدها تنحل القصة. تمام. يعني هلا هي مثلا إذا كتبت بالوصية إنه هي متنازلت لي عن حصتها، شو كتبت بالوصية؟ إنه بوصيتها متنازلة عن حصتها بالبيت إلي. إذا كتبت وصية بيطلع لك الثلث بس. ثلث بس. أكثر من الثلث ما بيصير. ما بيطلع. إلا إذا كتبت لك يا وهي على قيد الحياة. أيوه. هذا موضوع تاني. تمام. يعطيك العافية. الله يعافيك. كل سنة وأنت سالم. يا مرحبا. باخذ اتصال. ألو. 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 أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك يا رب. يا ميت هلا. أخوي أنا بدي أسأل إنه سؤالي عن الندر. تفضلي. يعني كان فترة يعني صار لها فترة كبيرة هاي إنه مرضت، صارت معي مشكلة صغيرة ونذرت نذر، وهذا النذر وقتها انه قلت باخذ ايه ما فهمت منك شو نذرتي اختي؟ نذرت خروفين اخذه لمقام يعني. طيب. ايه ومشت لي ايام يعني والامور اللي صارت بسوريا، ووقتها ما قدرت اوفي، يعني بجوز انه هالثانيات اوفي. تمام. يعني بهذاك الوقت ما قدرت توفي، هلأ قادر توفي ندرك هيك السؤال؟ يعني بصير مثلا انه الواحد اذا بده يوفي انه بالبيت بجوز، او مثلا انه بدي اخذه على هالمقام تحديدا؟ لا مو شرط المقام، بتوفي النذر والتعميل للفقراء. يعني وحصرا للفقراء. اي مو شرط يعني يروح الواحد لعند المقام اللي اني نذرت فيه يعني. لا. ايوه يعني بتوفي نذرك الان، تذبحي الخروفين وتوزعيهم للفقراء. ناخذ اتصال. الو. 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 الو، يعطيك العافيه. الله يعافيك، يا أهلا وسهلا. بدي أسألك أنه أنا جايبة ولد صبي. نعم. ألو. معك.
وجده نذر انه يسميه محمد. تمام. انت ايه؟ وما سمينا محمد، سمينا اسم الجد جهاد. شو سميتي انت؟ جهاد اسم جده. ما رادوا. وكتبتوا بالنفوس ولا لسه؟ لا كتبنا جهاد. كتبتوا جهاد. يعني هذا النذر عند الحنفية ما في من جنسه واجب، لا يجب الوفاء به. عند غير الحنفية يجب الوفاء به. فيعني عند غير الحنفية بكون طعمه يعني نذر عجزتم عنه، بمعنى أنه سميته وكتبته بالنفوس، قادرين تعدلوا، عملوا محمد جهاد مثلا، سووا مركب جهاد. وبتنحل القصة يعني، روحوا على النفوس. وفي سؤال تاني. ايه تفضلي. حماتين كمان نادرة انه خاروف لبنته، انه نعم. طلعان حب ادنه نادرة خاروف. طيب السؤال ما هو؟ الفدية. هي شو نادرت؟ خاروف وما في استطاعة، وقت كانت صغيرة طلع لها حب ادنه. تمام. وعجزت عن الوفاء به. ايه وما في انه استطاعة انه تذبحه. عند الشافعية إطعام 10 مساكين. 10 مساكين. نعم. ماشي يعطيك العافية. الله يعافيك. أهلا وسهلا. ناخذ اتصال. ألو. 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 ألو أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك شيخنا؟ إن شاء الله بخير. الحمد لله. يا هلا. الله يخلينا إياك يا رب. ثلاث سؤال. إيه تفضلي. بنتي نذرت الندر نفس الندر 3 مرات وكسرت الندر. الصوت مو واضح عندي، يا ريت ترفعي صوتك وتوضحي سؤالك. بنتي نذرت ندر نفس الندر 3 مرات وردت كسرت الندر وعادته نفس القصة. ما بعرف اذا الكنترول فهم السؤال، يشرحوا لي اياه، انا ما كثير واضح عندي السؤال. بنتي نذرت نذر وعادت 3 مرات وكسرت النذر وردت عادته، شو حله؟ كنترول عيدوا لي السؤال، عيدوا لي السؤال انتم اذا فهمتوه. نعم. ايه وبعدين؟ ايه وعادت نفس العادي، يعني كسرت النذر اول نذر نفس القصه هي والثاني والثالث. يعني هي ندره ندر ندره ندر وعاده ندر، يعني قلت انا ندرا علي اذبح خاروف، رديت كررت قلت ندرا علي اذبح خاروف اذا نجح ابني، رديت قلت ندرا علي اذبح خاروف، وقصدي التاكيد، يعني اذا قصدي التاكيد الكلام خاروف واحد. هلا انا لما بحكي الكلام يا تاكيد يا استئناف، يعني ما معنى الكلام؟ انا عم اقول لك ابني نجح، بشوفك ثاني يوم بقول لك ابني نجح، برد بشوفك بقول لك ابني نجح، بتقلي فهمنا ابنك نجح، فهمنا كم مرة بدك تقلي. هذا الكلام اسمه تأكيد، يعني هو معنى واحد، كلمة واحدة. فأنا عم أقول ندرا علي إنه إذا نجح ابني بدي أذبح خروف، ثاني يوم قلت ندرا علي، يعني كأني عم أكد الكلام تأكيد، خروف واحد. أما لا، إذا قصدي كلام جديد إنه بدي أذبح خروف ثاني بصيروا 2. فهمنا نرجع لنية المتكلم عم يكرره، شو بنية التأكيد؟ يعني أنا عم أكد يا جماعة أنا بدي أذبح خروف إذا نجح ابني، كأني هالكلام عم كرره مشان أكد هالمعنى، بصير خروف واحد. باخذ اتصال. ألو. ألو. إذن أيها السادة المشاهدون والمشاهدون والمشاهدات، عدنا لاتصالاتكم. مع اتصال. ألو. ألو. ألو أهلا وسهلا. الله يخليك. بدي أسألك سؤال. أنا خالتي توفت وما لها متزوجة. نعم. إلها أخوات من أب وأم وأخوات من أم. نعم. إيه هلأ طلع لها أرض، يعني أرض أميرية مبني عليها البيت، إخواتي اللي من الأب والأم بيرتوا؟ الأخوة بيرتوا. إيه نعم. أي اللي من الأب وأم بيرتوا، اللي من الأم كمان بيرتوا؟ الكل يعني؟ الكل بيرتوا. إيه الكل بيرتوا، يعني لأنه أرض أميرية؟ نعم. لأنه الأرض أميرية بيرت الكل؟ لا هلأ في قسم بدنا نشوف هي شو تركت. هي توفت، مين تركت ورثة؟
ورثوها اخواتها من ابوها، بس اخواتها من امها وابوها ما ورثوها. بس هلا في ارض اميريه طلعت لها؟ هلا نفس الشيء، الاميري وغير الاميري نفس الشيء، بس بدنا نشوف انه هي مين تركت ورثه، مين بيحجب مين، مين اللي بيرات مين، يعني بتمشي عليها نفس القسمه الشرعيه، الاميري مع غير الاميري، نفس القسمه الشرعيه اللي الله سبحانه وتعالى فرضها في القران الكريم. ايوه، لانه قالوا لنا اذا الارض اميريه اخواتها من ابوها بيرثوها. لا لا لا، ما بيختلف الموضوع ابدا. ما بيختلف. ماشي، شكرا كثير. اهلا وسهلا يعني. ومرحبا. باخذ اتصال. الو. الو. الو، اهلا وسهلا. يعطيك العافيه شيخ. الله يعافيكم، يا اهلا وسهلا ومرحبا. الله يسلمك شيخي، سؤال بس. ايه تفضل. الله يعطيك العافيه، الله يكثر خيرك. الله يسلمك. سؤال عن الوضوء. انا زلمي متزوج، مثلا دارتني مرتي او مرتي دارت مرتي، بروح الوضوء؟ انا مذهبي حنفي. انت حنفي ولمستك زوجتك هيك السؤال؟ ايوه هيك. هلا انا أي ما بينتقد وضوءك، حنفي ما بينتقد. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا مسلما وما انا من المشركين. حنفي ما بينتقد الوضوء. ما بينتقد الوضوء. اي نعم. زوجتي شافعية، إذا مثلا دارتها بروح الوضوء، مو هيك؟ هلا هي إذا واحد حسب مذهبه، هي مذهبها شافعي. هلا بالغلط يعني هي هلا بالغلط، مثل ما ذكرت، عند الحنفي مطلقا لا ينتقد الوضوء، وعند الشافعي مطلقا ينتقد الوضوء. أيوة. عند الحنابلة والمالكية بغير قصد لا ينتقد، بشهوة ينتقد، يعني الأمر ميسور. لا 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 لا. وكله عم يروح يعني بالنسبة للجمهور على عدم النقض بعدم الشهوة، والحنفية مطلقا لا ينتقد. باخذ اتصال. ألو. 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 ألو، أهلا وسهلا. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله شيخنا. وبركاته. أهلا وسهلا. أهلا فيك شيخنا. أنا وقت كنت صغيرة كنت على طول مريضة، بابا ندر لي خروف وتوفى بابا وما وفى لي الندر، بيصير هلا إنه أخواتي يوفوا لي ولا خلص مش الحال؟ لا، بيصير أخواتك يوفوا لك. يا بالعكس، يعني النذر هو متعلق بالتركة، يعني لأنه هذا واجب بده يتوفى من التركة، فإذا وفوه أخوتك الله يجزيهم الخير، بيرفع عن كاهل والدهم ما ألزم نفسه به ولو كان بعد الممات، فبيمشي الحال والله يجزيهم الخير إن شاء الله. باخذ اتصال. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا حلفت يمين ما روح لهالمكان ورحت، شو بيترتب علي؟ كفارة يمين إطعام 10 مساكين. أيوة. طيب، السلام عليكم. وعليكم السلام. أيها السادة المشاهدون والمشاهدات، مع هذا الاتصال الأخير أترككم بعون الله ورعايته، على أمل اللقاء بكم دائما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النفس والنجوى يحيرنا ولا يطوى، وأسئلة تطوف بنا نحللها بلا جدوى، وتبقى دون أجوبة وتكثر بعدها الشكوى. لأهل الذكر نرفعها، لأهل العلم والتقوى، لأهل الرتبة الأسماء، وأهل الرأي في الدعوة، نحييهم ونسألهم ونأخذ منهم الفتوى.